بتاعتنا هو الـ RTX 2060، والسبب اللي خلى التجميع أساسها هو الكارت ده إن الجيل الجديد من إنفيديا في الميد رينج أخد دفعة كبيرة جدا في الأداء، وبقى دلوقتي الكارت مش موجه بس عشان أداء الـ 1080p، الكارت كمان موجه للـ 1440p من دقات العرض للشاشات. ضيف على كده الدعم لأنوية الري تريسنج أو الـ RT كورز، وأنوية الديب ليرنينج سوبر سامبلينج أو أنوية التنسور كورز. كارت التجميع هيكون الـ MSI الـ RTX 2060 في نسخته الجيمينج زد. سعر النسخة هو $390. تقدر تتعرف أكتر على الكارت وعلى التبريد بتاعه ومقارنته ما بينه وما بين النسخة القياسية من اللينك اللي هيظهر لك هنا. تاني قطعة هيكون البروسيسور الـ AMD Ryzen 5 2600، بروسيسور 6 كور 12 ثريد، تردد قياسي 3.4 وبيوصل لتردد 3.9 على التربو، داعم لكل مميزات AMD الجديدة بما فيهم الـ XFR2 والـ Store MI، وكمان تقدر تكسر سرعته. والميزة الأخيرة في البروسيسور ده إنك هنا مش محتاج تتكلف تمن كولر، لأن هو بيجي بستوك كولر ريث ستيلز. أي نعم مش هيكون كولر قد كده في كسر السرعة، لكنه هيوفر عليك $35. $35 انت مضطر ان انت تدفعهم في بروسيسور منافس ليه زي ال 8600K. البروسيسور ده بالكولر سعره $165. ثالث قطعة وهي الـ MSI B450 Gaming Plus، بورد ميد رينج فيها مميزات جيمنج متوسطة زي كارت اللان وبرنامج اللان مانجر، تدعم الـ RGB من MSI باسم ميستيك لايت، والأهم من ده كله انها بتدعم رامات بتوصل ل 64 جيجا بايت لحد تردد 3200 ميجا هرتز. ضيف على كده تواجد الـ M.2 بسرعة PCI Express X4. الأسباب دي من الرام ومن الـ M.2 هي الأسباب اللي خلتني اختار قطع معينة هقولهم لك بعد ما اقول لك سعر البورد اللي بيوصل ل $101. رابع قطعة هتكون الرام الـ A-Data XPG Spectrix D40. الرام دي في وضعية دول تشانل 2x8 بتردد 3200 ميجا هرتز. الرام بتدعم الـ RGB من نوع Addressable. سعر الرام هيكون $128. والسبب اللي يخليني اختار رامات بالكونفيجريشن ده هو ان بروسيسور AMD Ryzen ليه القدرة على الاستفادة من التردد العالي في الرامات، بالتالي كل زيادة في التردد هتديك فرق في الأداء سواء كان جيمنج أو مالتي تاسكينج. وزي ما شرحت لك في حلقة فاتت ان تفاصيل صغيرة في اختيار القطع زي الدول تشانل هتديك أداء أفضل في الألعاب. بما ان البورد فيها M.2 فأنا هستفيد منه باني احط واحد من أجدد أنواع الـ SSD المتاحة حاليا في السوق، وهو الـ A-Data الجامكس S5. كان بورد اطوحه بس SSD ده غالي، بمساحة 256 جيجا، سرعة القراية فيه 2100 ميجا بايت في الثانية الواحدة، وسرعة الكتابة بتاعته 1500 ميجا بايت في الثانية الواحدة. الـ SSD بيعتمد على سرعة خطوط الـ PCI Express 3X4 وبروتوكول NVMe 1.3. سعر الـ SSD بالهيت سينك اللي شكله حلو جدا $53، مش غالي قوي. وفي الحقيقة هو SSD سعره مناسب جدا لو جيت تقارنه بالـ SSD الساتا اللي سرعته بتكون أقل في القراية والكتابة بكتير جدا. وبكده يبقى الـ M.2 باي ديفولت موجود في كل المذر بوردز الهاي اند واللو اند والميد رينج. نحط جنب الـ SSD مساحة تخزين سنوية وهو الـ HDD بحجم 2 تيرا بايت من نوع باراكودا من سيجيت بسرعة دوران 7200 لفة في الدقيقة. سعر الـ HDD هو $85. قلب الجهاز هيكون الـ Power Supply Seasonic S12-2 Power Supply 520 واط، حاصل على شهادة 80 Plus Bronze. سعر الباور هو $55. الباور ده عن تجربة شخصية يقدر يقوم كارت زي الـ RTX 2080 بأعلى أداء لي وبأداء مستقر جدا. مش معنى كده انك تروح تشتريه مع الكارت، ما انصحكش، بس اقصد ان مستوى الضغط ده بيوريك جودة التصنيع والكفاءة اللي بيقدمها الباور ده وسعره $55. الكيس اللي هتشيل الكلام ده كله هتكون الماستر بوكس MB5 من كولر ماستر، كيسة متوسطة في السعر والحجم، مستوى الكيبل مانجمنت فيها ممتاز بالنسبة طبعا لسعرها. هتشتريها بسعر $70 وهيجي معاها 3 مراوح RGB من النوع التقليدي وباب ازاز وقدرة على استيعاب اي بورد بحجم ATX. يبقى توتال تجمعتنا هو $1047، اي ما يقارب من 3845 درهم اماراتي، 3927 ريال سعودي، و 18,000 جنيه 366 جنيه مصري. دي كانت مواصفات التجميع واسعارها، هنجمعها سريعا وبعدها نروح نشوف اداء التجميع على الالعاب، مره على 1440p ومره على 1080p ومره في البرامج عشان نشوف اداء البروسيسور في المالتي تاسكينج، وهنشوف في الاخر درجه الحراره اللي هتنتجها القطعه دي كلها. زي ما انت شايف من النتائج ان التجميع قادر على تشغيل اي لعبه على اعلى اعدادات ليها، سواء كانت على دقه عرض 1080p او على دقه عرض 1440p، وعلى متوسط اطارات لا يقل عن 60
30 فريم الا العاق اساسن سكريد اوديسي، وتفتح الكوس ونضيف لها لعبه مترو اكسيدوس. على الري تريسنج والدي ال اس اس احنا ما عندناش الا لعبتين، هما باتل فيلد 5 ولعبه مترو اكسيدوس، ودول اللعبتين الوحيدين اللي قدروا يستفيدوا من كامل كفاءه معماريه تيورينج بالانويه الجديده منها. لازلت شايف ان التقنيات دي محتاجه اوبتمايزيشن اكتر عشان نقدر نوصل لمتوسط 60 فريم في دقه عرض زي ال 1080 بي. عشان ابين اداء البروسيسور في المالتي تاسكينج، انا هحط في الاختبار المنافس ليه من انتل والاعلى منه من حيث السعر هو الكور اي 5 8600 كي. النتائج بتقول ان بروسيسور اي ام دي بيقدم تفوق صريح في اداء المالتي تاسكينج بنسبه تقدر ب 24%، والسبب هو عدد الثريدز الزياده مقارنه بان انتل ادت رفاهيه الهايبر ثريدنج بس الكور اي 7 وحاليا في الكور اي 9 بس. درجه الحراره شايف ان هي ممتازه جدا، البروسيسور مع الستوك كولر ما سببليش اي مشكله في الجيمنج او حتى المالتي تاسكينج. الكارت كالعاده زي ما هو متوقع من تبريد ام اس اي، اما اللي كان غريب جدا هو الاس اس دي، درجه الحراره كانت ممتازه ما عدتش حتى ال 50 درجه، وده شيء ممتاز جدا مقارنه بانواع كتير معهاش هيت سينك ومعتمده على ان البرد دلوقتي بيكون فيها الهيت سينك، واللي اعتقد مش هيكون بنفس كفاءه التبريد ومش هيدي النتائج اللي احنا لسه شايفينها دي. زي ما انت شفت عزيزي المشاهد ممتازه جدا من حيث الاداء في الالعاب بسبب عظيم الميد رينج الجديد ال RTX 2060. في المالتي تاسكينج نقدر نعتبرها انها حل كويس جدا سعرا مقابل اداء، افضل من حيث الاداء والسعر لو هنقارنها بالكور اي 5، ودي نقطه انا حابب ادردش فيها معاكم شويه. التجميعات اللي بقدمها على القناه هنا هدفها الاول والاخير انها تكون جايد ليك عشان تعرف تجمع جهازك اللي جاي بالاعتماد على الميزانيه بتاعتك. مش لازم بالضروره تاخد القطعه دي كوبي بيست، ممكن تعدل عليها مدام انت بتدور في نفس رينج السعر ده، والاختيار في التبديل هيكون على اساس البراند المفضل ليك. وعلى ذكر الميزانية، ممكن ميزانيتك ما تكونش هي نفس الميزانية اللي انا بتكلم فيها هنا، تقدر طبعا تقلل في الامكانيات بحد ما يأثرش على الاداء، زي انك ممكن تاخد بورد اقل تكون من حيث السعر، بس اوعى تروح للبورد الـ A320، مش عشان هي مادر بورد وحشة، بس عشان تعرف تستفيد بسرعة الرامات اللي هتكون في الـ B450 واللي هتديك دفعة في الاداء مع بروسيسور زي الرايزن 5 2600. ممكن تروح لرامة 8 جيجا من اصل 16 جيجا كبداية، وبعدين تقدر تعمل ابجريد للرامات لحد 64 جيجا، او انك تجيب اس اس دي حجمه اصغر وكمان ساتا، مش لازم M.2، ده ما يمنعش ان M.2 هيقدم دفعة قوية، المهم انك تقدر تروح لاوبشنز اقل، لكن كبروسيسور وكارد اعتقد ان دول افضل الحلول دلوقتي لفئة الميد رينج. التجميعة بالمواصفات دي هتقدر تعمل بيها ستريمينج، والسبب الاول هو اداء البروسيسور في المالتي تاسكينج، والاهم هو الميزة اللي طورتها انفيديا في الجيل الجديد بالتعاون مع او بي اس، وده هيمكنك من انك تعمل ستريمنج من على جهاز واحد، وفي نفس الوقت الجهاز ده هو اللي انت هتلعب عليه، مش هتكون محتاج جهاز تاني عشان تعمل من عليه الستريم وجهاز تاني عشان تقدر تلعب عليه. فرق الاداء اللي هيقدمه لك الانكودر الجديد هيقدر ب 25% لو شغال على بيت ريت H265، والزياده تقدر ب 15% لو شغال على بيت ريت 264، والسبب اللي يخليك تروح لل RTX 2060 عشان تقدر تعمل ستريمنج انك لو هتستريم من على جهاز واحد قبل الـ RTX هتضيع منك كواليتي تقدر ب 64%، ففي تفاصيل كتير هتضيع من اللعبة. يبقى التجميعة الحالية هي افضل تجميعة في الوقت الحالي لفئة الميد رينج، سواء كنت جيمر او كونتنت كرييتور في البداية، او شايف انك محترف في الالعاب وعاوز توري الناس مهاراتك في الالعاب. الكارت والبروسيسور هيخلوك تعمل ستريمينج بكواليتي ممتازة، مش هيكون ناقصك الا سرعة الابلود، ودي بصراحة مش عارف هتحلها ازاي. تقدر تقول لنا على الحل اللي انت شايفه لسرعة الابلود من وجهة نظرك تحت في التعليقات، او ترضى بالامر الواقع وتقول لنا ايه التجميعات اللي عاوز تشوفها في الحلقات اللي جاية. وانت في طريقك للتعليقات اعمل لايك للحلقة لو عجبتك، وسبسكرايب لقناة عرب هاردوير، وما تنساش اننا عندنا قناة جديدة اسمها ارتك عشان تجيلك الحلقات اللي جاية هنا وهناك. وكالعادة اشوفكم في الحلقة الجاية.